سلام عليك، شلونك؟ ساكتبين يا قبل فترة كنت في الديرة جمعة وخميس، دائما أنا أصلا أكون هناك. فوالله رايح للبقالة، كان في عامل أنا مصيع الدجاج أعطيه حقه كل شهر، وأنا رايح أدوره وما ألقاه، وننتظر شوية وأسأله ولا ما حولك أحد إلا شويات، ولا في سيارة جاية، وأنا طالع والهذولاك على جانب من أوروبا. والله وأنا ألف عليهم، والله إني عزمتهم استغلال. والله هم يدخلوا ويقعدوا يشوفوا تفاح الاخبار، ويقعد يصوروا ويصوروا كذا مع التفاح، ويفتحوا اشياء نتمنى انهم ما فتحوها، ويتوقع اننا هذه الاشياء ما ناكلها معه، يعني ما نبغى نعلمهم احنا. والله وانا اطلع برا ونتكي شويه ونرجع لهم. قبل كل شيء، اذا سمعت كلمه اول مره تسمعها او مي موجوده في قاموسي، اخي عاد انت خلاص. والله صدق يعني الحلقه عندي نسد شوي. والله وانا اجيهم قلت ماي فريند كم وذ مي ذا هومز او ذا هاوس، المهم ان يعني تعال معي للبيت. قال ثانك يو ماي فريند، قلت ويلكم. طبعا انا كنت اعرف كم، ما كنت اعرف وذ هذه عرفتها منهم، فصرت اي شيء اقول كم وذ مي، كم وذ مي، كم وذ هاوس، كم وذ مي فو اي. المهم اجمع الكلمتين هذه واكمل الجمله وتمشي. والله هم ينبسطوا والله، وياخذوا واشتروا مويه واشتروا حاجات ويحطوها في السياره، والله هم يمشوا معي. والحين اوكي حسن عقبال حسن اسم حسن وين؟ تيك توك؟ تيك توك؟ في تيك توك؟ ادخل تيك توك. اوكي So we've been invited in for coffee by Hassan, who is famous on TikTok. We're downloading TikTok right now so we can check out his page. واحد واحنا رايحين البيت وانا قلت خلني اعلمهم من عندي متابعين زي كذا اشوف ردة فعلهم. الا شويات ولا الصيني عندهم بسطوا كل شيء، لكن يجينا الصيني يقول يسوي لي يرقص عيال الدانس دانس ويسوي حركات يعني ما نشف فمي من الكلام، ترى من يوم انا قاعد اسولف وعيد وقص فنشف فمي يسكر على بعضه. وهم ينبسطوا ويستانسوا، ويجينا الصيني يقول يو دانس ويقرص ويقرص، انا لساني من يوم قاعد يقرصني. وهم يستانسوا وينبسطوا، يجيني يا صيني مدري الياباني يقول لي يو دانس ويقرص يا مسكت ويرقص رقصات غير اخلاقيه وقدام، وانا سلي يعني ما عليهم شرف في النهايه. والله الا والله عليهم شرف. والمهم يعني وقتها الصراحه اني اعطيت كرشت قلت لا نو ذس عيب، فهمت؟ وقعد يترجم له وفاهمه وراقعد وقتها، وانا الف وانا عندنا زي مشرب كيف اوصف لكم؟ تعرف مشرب الحيوانات اللي يجيك يعني ينحفر في الوادي ولا ينحفر في مكان ما ويصبوا في موي واي من البهايم تشرب. المهم عنده ونلقى خنفساء ونحطها عيدي وهم ينجنوا وانا اقول لهم ذس خنفساء، وهم عاد ينطقوا يقول ذس خنفساء. طبعا المفروض انك تضحك يعني الحين، ويصارخ واقعد. وانا نقدت على الياباني ما ادري الصيني، لا انا نقد عليه من الاولى وهذه النقده الثانيه خلاص. She looks fake. It looks like wait, wait, no, no, wait. I want to take a photo. It's weird how it just becomes paralyzed. Yeah, just no. The surface looks fake. Yeah, it really does. But we saw it. We know it's real. Khunfasa. 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 Now, can you take a? I'll take a photo because this. It looks like it's a thing. It looks like a plastic. No, no, no. Take a video of him. Take a video of him. No, no, you won't feel it. It's okay. No, no, no. No, check it out. No, he's so afraid of him. No. No problem, no, no. Well, no problem. No problem, no problem, my friend. No problem. Take a video of him. It's okay. وانا كمان واحنا نمشي في الوادي واوريهم واقول لهم هذا رتم وهذه مدري وش وهذه، عندنا اشياء انا حتى يعني لازم انك تشوفها عشان اوصفها لك صح عشان تعرفها. والله وانا ادخلهم عند الغنم وهم يشوفوها وينبسطوا ويستانسوا، يا عيال ليش وجهي اشهب؟ وهم يدخلوا عند الغنم واوريهم ان هذا التيس وهذه المعزه وهذه سليطات وهذا النجدي وهذا، انبسطوا عيال. وجاني الكوري هذاك ناقد عليه المرتين، جاني وراني صور في جوجل قال له ذس نجدي، قلت نعم هذا نجدي. What's in here? Oh wow. Oh.
The goats. Whoa, so big. Whoa. Oh, wow. Hi. Salam alaikum. That's a massive goat. Look at this. The ears are massive. Can feed, yeah? Oh, no wonder he was taking this so that we can feed. Ah. He took this from there. So we can feed the goat. Okay, salam alaikum. No, not the goat, the sheep. Yeah. Is it a sheep? Oh, maybe it is a sheep. You think it's a sheep? What is it? I guess it is. Google. I don't really know what it is. It's like the case of a mule, right? Yeah. Like you don't know if it's a donkey or a horse. It's like something in between. That's so big. Let me try Google images. It's. Hey. No food. Oh, full. I put it inside. Yeah. Okay, here's the big reveal. Oh, wow. Oh, my God. The back room. Whoa. Oh, the tiny, tiny Look. Goats. / sheep. I think they're goats. Here it smells just like a normal farm. I know. Oh, thank you. Fresh. Hello. Oh. So cute. Wow. We kiss him. Kiss? Eh. خلص. Good. Come. Duck? Yeah, drinking. You drink the milk? Yeah. You do? Yes? No problem, yeah. Yeah. But, فبعد ما وريتهم الغنم وصوروا واستانسوا وعلمتهم انك والمهم يعني صور مقاطع كثير يعني للذكرى قلت يلا تعالوا على المزرعه ونلف على المزرعه وقبل المزرعه لازم نروح للدجاج هذه قاعده عندي تدخل المزرعه لازم تشوف الدجاج وتذكر ربك اوكي مدرستك اين اوكي فور A4 هنا. Okay, very fucking. I asked where your school is. It's very far that way. Oh, dude, yeah. No problem. Amazing. والله وبعد ما خلصنا من الدجاج وانا امسكهم واوديهم ومشيهم في المزرعه وهذا زيتون وهذا نخل وهذا طلع وهذا بعيثران والبعيثران تحطه مع الشاي فيطلع في نكهه جميله وهذا حماض ممكن ما ادري انت تعرفه ولا لا بس كثير متوقع ان يعرفوه انا مشلتي اذا عرفت حاجه في الديره ترى احسب بس انا اللي اعرفها هذه مشكله هذا حماض وذوقهم الحماض ويعني ما توقعوا طعمه زي كذا وهذا زيتون وهذا التين وهذا مشمش لكن كذا في نص يعني واحنا نمشي قلت له الان يعني انا مقلبها فصحى يعني ان الحين الوقت هذا ما فيه حصاد ما في مشمش لا خوخ لا في الصيف I wonder if his dad is gonna be surprised to just see us here. I guess. The deck is quite far away. Yeah. Well, he's driving in this like tractor over here. Yeah. I don't think he'll see us. بعيثران دي شاي شاي it's tea yeah. with chai yeah uh-huh. with yeah. chai oh wow ooh it love that so smell good. Oh yeah it's very fragrant yeah دي بعيثران yeah دي حمام Oh, just eating. Oh, are we gonna try it? Oh, what is that? We're supposed to eat it. Okay. Do you know what it is? No. Okay. Feel my hair. So what? Mint. We don't. You know what this is, right? So I'm thinking it's mint. Really? No, I don't. Peppermint. Wow, it's so flavorful. Okay. No, it's not peppermint. فبعد ما وريتهم النخل وقمنا نسولف زي كذا فيعني بعض الحين اقول كلمه هم يضحك فانا اقول ماي فريند
speak English 50-50 فهو يضحك زيادة فأنا يعني أدموس كثيرة ولا أنا ما إحنا ناويين شر إحنا. فهو قبل كان يسألني يقول حسن أنتوا من وين تجيبوا الموية؟ قلت له تعال ونها وني ووريها البير. قلت له this big water يعني موية كبيرة. هو فهمها وقاعد يضحك بس إني ما قلت إنه 50-50 مش أنا يعني. وشاف ووريتهم البير الثاني ما توقعوا زي كذا انصدموا من يعني كمية المياه الجوفية. إن شاء الله إني أنت تقول لها مياه جوفية المياه يعني اللي في الأرض تمشي. When we saw it from afar, I thought it was like ground level. And as we got closer and closer, we're like, oh, it's getting deeper and deeper. Finally, it's literally like 3 or 4 stories deep. Yeah. This is insane. Do they have Maha seal bait? No. No? Okay. The bait, the home, the everything. Okay. Come. Turn off. Don't waste Come. Water. Oh, drink oh. Water. Yeah. They want you to drink. No problem. Okay. He's strong stomach. Well, not quite. I'll tell you after I make a mess in the car. Yeah? Oh, God. Oh, no. Does it taste good? Not really. Oh, God. Right. I think I might fake it. No, don't fake it. Your videos are all real, genuine. Yeah, genuine. Drink experience. A mouthful. Drink a mouthful. Yeah. Right? And don't laugh. No problem. No, no, go. Yeah, no problem. No problem. No problem. Oh, I'm gonna hold your rose. Yeah, no problem. Just water. Keith just wants to. I will know whether you drink it for real. So here's more water. This goes down further. I can't even see the bottom. We won't be able to see in the video. Yeah, it's just completely black. Can you see? No, you're down. Come. Oh, he wants us to go down. Allah hayy. Come. Oh my God. No. Yeah, no stepping. Yeah. Come there. Yeah. Aha. Uh-huh. Look. Now we see the bottom. I love how on camera this looks like a blue lagoon. Look on camera. It does. I mean, it looks so pristine. Christine. Yes, crystal. فبعد ما شافوا البير وشافوا البيج ووتر عقولتي جينا ورجعنا للقهوة لأن أنا وعدهم من أول قهوة. وقبل ترى يوم إني عزمتهم إن تعالوا عندي البيت كتبوا لي يعني احنا جينا مو عشان ناكل عشان نتقهوى. فانا استنست يعني ان في ناس عزمتهم على كل. فقلت يلا هذه سمعه حلوه. فقلت يلا ما انا قلت لا نو بروبلم هنا يعني الوحيده. انا حاولت ان اتناقش معه بس ما اعرف الا نو بروبلم. فقلت يا رجال اختصار الوقت. فجبتهم قهويتهم واي غلط شفته منهم يمسك الدله بيسار زي واحد منهم كذا في الصوب حطها في الفنجال. فيعني اعطيته كرشه مبسطه طبعا يعني عشان يعرف ان هذا غلط عندنا وما ينحط كذا وان تمسك الفنجال باليمين وتمسك الدلة باليسار وتصب والدني واشياء زي كذا والجلسة والتمر وكيف طريقة الفصة ليه كذا فهمتوا هذه فتحط فعلمتهم ان تسوي بيدك زي كذا وتحط الفصة وترميه لان الناس ما تبغى تذوق لسانك يعني ما نبغون يعني نجز الاشياء هذه بزيادة. He was worried Dan was getting cold. Yeah. A local experience. So, such hospitality is crazy. Yeah, like, he literally just saw us in the food store and he was like, come to my house. It's amazing. Just heating up the... Listen to it. It's so hot. So that means Sam. It's safe. Ah, shukran. Thank you. Oh, it smells good. It smells so good. Oh my God. Thank you. Oh, it smells good. It smells so good. Oh my God. Shukran, Hassan. Habban wa karam. What to buy? No. This. Oh, yes. Oh wow. Shukran, lek. Wow, look at this. Ask him if this is coffee. Amazing. Coffee?
Coffee? No, not coffee. Coffee, no. Oh, not coffee bean. Berries? Maybe berries? Yeah, some kind of berry, I think. Oh, he wants you to learn to pour it the right way. The coffee? No. The coffee, there. Coffee, left hand. Ah, left hand. Okay, if we can. Thank you. And you need to like go do like the, yeah, the motion upwards, right? Good, go. I'm on Thez. Oh, come for who? He wants he wants it to be higher, higher. Oh, it has to go like that. Yeah. Oh yeah, and you have to pour for him. That's the thing. Yeah, that's why. Yeah, recording. Okay. Good. وبعد ما قهويتهم وسانوس زي كذا والوالد دائما يقيل الظهر يعني من عاداته والله وانا ادعي قلت يا رب ان ابوي مخلي مفتاح لي لوكس في السياره عشان المقاطع زياده يعني فوالله نطلع ونطول في الهلي ولا المفتاح فيه ونستانس قلت ماي فريند كم وذ مي ذا كار الله هنا كونت جمله انا صح وهم يركبوا معي قال وير قلت ما عليك انا اورور فيك الحين وعلى وادي حيب ويعني وادي حيب شبهات شبهه مستحيل تمر من الطريق هذاك ما يعني ما تسوي اشياء غير ما يعني اشياء كذا Do you know that? Are you going? Oh! Why is that stuck? Oh my god! Do you know what I'm talking about? The one where you. Yeah, of course, of course! You have done that as well! Where are we going? This is. He's surprised. Surprise. Yeah, that's what I'm saying. It's not just back to our car. He's driving back to our car. That's it. No, he's not. This is the wrong way. Oh, our car is the other side, right? No, he's driving us. I'm just thinking. Everything, my friend. Yeah? Yeah. We're really putting the trust. My friend. The home's my friend. Yeah. The Hayib. My friend. Uh-huh. You, my friend. That's how the tires end up on the road like this. Oscar, you need to learn to drive with Hassan. Honestly, yeah, I need to go to Hassan's mother, sir, for driving. Oh my god. فوالله بعد ما الله سلمنا يومنها سكت الهيلوكس دمس وبغت تنقلب علينا وزاحت والله يعني اللي سلمنا ورديتها والله ونلف عليهم على شاي ودق لهم اربع بعثرات طبعا كان كاست الشاي بريلينيوم شاف معي الاجانب قال بثلاث ريال وانا يعني احنا من جماعه واحده يعني بصير راح اقابلهم ان شاء الله نتناقش في يوم ثاني المهم يا عيال انا اشتريت لهم بعثران عشان ينسد حالكم لانهم من اول ما بدينا هم يتكلموا سوالف والله اني ما ادري هم يسبوا ولا يمدحوا ما انا ما اعرف الا انه بروبلم واذا قال ذير ما لان انا حتى نطقي ذير ما اعرف هو ذر نخليها على ذير افضل والله ونطلعهم على ذكوان طبعا قبل لا اطلعهم من ذكوان هم يقولوا احنا مستعجلين معانا 10 دقائق قلت له دقيقتين وانا كذاب انا بطلعهم نص ساعه هناك لكن قلت له دقيقتين وهو صدق طبعا ذكوان أو ذكيمينات هذا اللي يعني الاسم الدارج عندنا هنا يا أهل القرية واللي يعرفوا لما كان والجبال هذيك يا عيال المنظر شيء المنظر جميل والله من أول مرة طلعنا قبل في الإجازة أنا والعيال مرة طلعوني له وهو يعني ما كنت أعرفه هو في ديرتي فهذا شيء كيف أنت ما تعرف أصلا في ديرتك فهذا أنا شوف أنه شيء غبي ولكن الحمد لله أني عرفته أغرمت في المنظر يا عيال المنظر يطل لك على جبال الديسة يطل لك على شواق يعني ديرت انا عندي اخويا كثار فيطل على ديارهم ويطل وناسه قلت لازم اطلعهم هناك والطريق كان يعني شوي يعني مو اي سياره تطلع الهيلوكس طلعت وجتها كم دق لكن الله ستر وانا قلق فوق الجبل يعني تلك الدمس تضرب الكفره فتزوح فطلعتهم للمكان اللي طلعوا
بغيت أقول طعنوني وتصير قضايا، لكن المكان اللي طلعوني له العيال فالإجازة. يا عيال منظر، يا الأجنبي يجيني يقول ذس ديس، أقول له ذس ديس وأوريه، ويعني طل على جمال خلاب. حسن جيب أوسكار دي. I feel like Igor. Igor Karkarov from Harry Potter. Oh, oh wow. Okay, now we I think it's time to فشاف المنظر واستانس واستمتع وما خلوا شيء ما صوروه الا انا اللي ما استمتعت لاني بغيت اتدحدر يا عيال، لان هذا احنا هنا خلاص من هنا في دحديره، يعني دحديره هو القبر الا يعني ما كتب الله سبحانه وتعالى، فانها يعني عقلتهم شيء ما ادري ايش اقول. فعلقت اقدم مغرزه ريوس مغرزه، فصرت بواحد شوي قدام يعني هز هز هز، واخر شيء حط بريوس وريوس لاخر شيء وهي تطلع. يوم طلعت ما شردت على طول كذا، طلعتها بعيد لين ما ضمنت انها ما راح تدحدر علينا. والله وانا ناديهم وهم يركبوا احنا ننزل وعلى البيت، والله ونزلهم على سيارتهم. ثانك يو شكرا مش نو يا عيال، والله انا الصراحه اني ماخذهم عشان المحتوى وعشان اطلع منهم قصه الحين وعشان المشاهدات وعشان السمعه، يعني سمع كلنا ندور سمع. طبعا ترى الفيديوهات مي كامله لاني كنت يعني حتى قبل انزلهم ويروحوا كنت اقول له ماي فريند بليز everything the video the capture everything the phone you ويو فريند، يعني انت خويك هاف مي، او يعني انك ترسلها لي. قال نو بروبلم، واخذت رقمه وارسلها لي علي وارسلها لي واتس، وما ارسلها كامله ولا ارسلها والله لا كامله له ولا خويه، يعني ابين عد لقاءين بدي امسك بس. ثانك يو فيري ماتش ماي فريند بليز كف مي ذا فيديو ذا كابتشر ايفريثينج ذا ايفون يو فريند بليز كم ايفريثينج فيديو ذا كابتشر عشان انزله تيك توك. My friend, give me the video, the capture, everything, now. في النهاية أتمنى استمتعت زي ما استمتعت وأنا ألقي القصة لكم. إن شاء الله نقابل الأجانب الثانيين نطلع منهم محتوى. والله إنه قهرني يا عيال، لأن في شطحات أنا كنت متصنعها وقصدها فيديوهات عندي لكن مرسلة. يا ابن الحلال يا أخي والله. في النهاية أتمنى استمتعتوا في القصة زي ما استمتعت وأنا ألقيها لكم. إن شاء الله لنا لقاء ثاني بعيدا عن عثرات الحياة التي تبطئ من مسير التقدم. والله إني رجع